انا احمد ياسين، طالب كونستراكشن اند بيلدينج سمارت فيليج كامبس، طالب الاكاديميه البحريه، مانجنج دايركتور ابداع ورك ستيم. احنا في ابداع بنسبورت الشباب اللي عايز يبتدي يفتح له بزنس بتاعه. كومبيتيشن وكسبناها بتاع تيك اكسلريشن بروجرام تبع وزاره الاتصالات، واخدنا فيها فيس تو بليس. كسبنا بعد كده في الكومبيتيشن بتاع انجاز، كسبنا في الكومبيتيشن بتاع ام تي ان جوميا، واخدنا فيها فيس تو بليس. الاكاديميه كانت بتسبورت معانا من داي 1، كانت بتكونسيدر الكيس، كانت دايما بموتيفيت وبتحرك. القسم كان ليه دور كبير جدا في ده، كان ليه دور ان هو كان بيكونسيدر ظروفك، كان بيموتيفيتك، كان دايما بيشجعك، كان حتى ايفن بيعمل لك كونسلتنسي انت بتكون محتاجها ازاي البيزنس بتاعك ده يبتدي ان هو يكون فاليد. انا اسمي جمالة شاهين، طالبة بالاكاديمية قسم تشييد وبناء. انا فاطمة عماد، طالبة بكلية الهندسة قسم التشييد والبناء، زيارة التعليمية اللي بيوفرها لنا القسم، زيارة لمصنع الاسمنت في بني سويف، وده يعتبر من اكبر مصانع لانتاج الاسمنت في العالم. اللي بيميز المصنع ده عن غيره هو ان فيه 6 خطوط انتاج للاسمنت، مراحل التصنيع المختلفة للاسمنت. اسمي مايرا اشرف، طالبه في الاكاديميه البحريه كليه هندسه قسم كونستراكشن اند بيلدينجز ماستر 6. زيارات الجامعه بتوديها لنا قد ايه الزيارات دي بتفرق معانا ان احنا نربط بين الحاجات اللي بندرسها في الجامعه وبين الحياه العمليه. زياره كوبري ابو التونل في الاسماعيليه، احنا بنعمل جسات وبنعمل لابراتري تيست وفيل تيست، الحاجات دي بتفرق معانا ان احنا نعرف البروبرتيز بتاعت الموقع ده، تخلينا نحدد حاجات كتير جدا. الزيارات كانت ممتعه جدا ومفيده، بتخلينا نربط بين الحاجات اللي بندرسها وبين الحياه العمليه. انا اسمي طارق، كليه هندسه فرع القريه الذكيه قسم تشييد وبناء. الاكاديميه موفر لنا تدريبات كتير جدا، انا نزلت التدريب الاجازه اللي فاتت، التدريب ده عرفني اجهزه كتير، اتعاملت كتير معاها، وكمان اشتغلت اختبارات كتير برديه زي الستاند تيست والبيج هيلينج تيست وزي البرنامج المتوسط كامل والكونستليشن. انا اسمي احمد ابو الدهب، طالب في الاكاديميه العربيه لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري. البدايه لما كانت في مؤتمر شرم الشيخ، انا الحمد لله طلعت قدمت ريسيرش بيبر بعنوان كريتيف سستينبل ديفلوبمنت ديبندنت كونسيدر، ده كان عنوان المقال. دكتور منى فؤاد دينو في كامباس ودكتور سامح رشحوني ان احضر منتدى شباب العالم الاول في مصر تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. البلاتفورم قويه جدا ان انا اتعرف على ثقافات جديده واشوف يعني اشوف ثقافات واختلافات في الاراء والافكار مع الناس، وتشوف صناع قرار ما بينك وما بينهم، ما بينك وما بينهم مفيش حاجز، يعتبر حاجه كبيره جدا. الحمد لله انا فخور جدا ان انا مثلت الاكاديميه فيها. الجزء الثالث كان عباره عن نهايه الاعمال. عرفت بنفسي محمد مختار عبد الله، طالب في الاكاديميه البحريه في كليه هندسه بيلدينج كونستراكشن سمستر 8. المصنع الزامل من اكبر المصانع اللي بتصنع قطاعات الحديد، من اول مكانة ماده خام، وشفنا كل خط الانتاج بتاعها من اول مكانة ماده خام لحد ما قطاعات حديد. My name is Osama Yassin and I am an American citizen studying construction engineering at the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Smart Village Campus. The Academy, unlike other universities, prepares us for real-life situations. I have visited various sites and seen how it's done by real professionals. By the time I graduate, I will have experience and a degree to put on my CV.